أرجوك هذا ولد تشميه إنسان اللي يشيل أبوه يشيله عمره 60-70 سنة وشاله وقطفه في دار العجزة وما يعرف عنه شيء يوم يمر عليه بالسنة 5 دقائق يوم ما يمر عليه هذا شايله تقاطفة واحدة بهالبرد لحد يعطف عليه عود موظف ينحني عليه عود واحد يرقع عليه ويشفق عليه هي أي حياة هذا تسميه إنسان كي ولد لا والله لعنة الله على الإنسانية إذا هذا إنسان نعم أرجوك هذا لحظة من لحظات بر الوالدين عند الله إلها قيمة لا حدود لها اتأمل هذا إذا يقعد بالليل وإلى داير مدايرة أولاده وأحفاده وأصباطه ما تتصور شقد شنو اللذة الراحة النفسية شقد إلها قيمة في شفاءه وفي علاجه وفي راحته وفي صحته النفسية لا هذا يكون يحسب لحساب الإنسان